يعني السير بعد التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى. نعم الا كانوا ساعات العمل بزاف كنشوف منتخبات اخرين تيديروا حتى هما تيخدموا بزاف، لو ستاف داكشي كلشي متوفر، الامكانيات اللي عاطينا معطيين للمنتخب. دونك انا الحاجه اللي تنظن، لاننا داكشي كاع اللي تنديروه تيديروا، اللي تنظن السر هي ما التجاتش للمدارس الاجنبيه، ما درتش داك كوبي كولي، مشيت توكلت على الله ودرت اون ايدونتيتي ماروكان، درت فلسفه، هذاك الكلمه اللي كتبان فريمون اون فيلوزوفي مغربيه. هوية ف ما عرف انا تنقول لهم اودي تيشدوا واحد لي سيستيم دو جو، ما كنهضرش في فوتسال حتى في كره القدم، هذه راه دارتها البرازيل، هذه راه المدرسه الاسبانيه، هذه المدرسه الالمانيه، اي ولكن وصل الحال هنا باش هذاك اللاعب اللي عندك يقدر يدير داك الشيء. فانا وكانهم ما كاينينش، شفت اللاعبين، شفت المهارات ديالهم، الامكانيات ديالهم، طورنا هذاك اللاعب اللي تتشوف. لا جيتي للمغرب ما تعرفش شكون هو الهداف، كلشي تيماركي، راه هو وتابعوا مسرار وتابعوا انس العيان وبلال شكون هو المدافع ما تعرفوش، شكون هو المهاجم ما تعرفوش، هذاك الشعراوي اللي بيتور راه في الفينال جبد كره من الخط، دار الطاكل وجبدها، بلال البقالي اللي هذاك ماركه بزاف ديال الاهداف. هذيك التصور وهذيك الفكره اللي جاتني اللي بحثت عليها الحمد لله في الامكانيات ديال اللاعبين، ثم بحثت في مسائل اخرى في الطبيعه الى اخره، خلاتني كيفاش واحد 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 الخصم يكون صغير الحجم كيفاش يقدر يواجه واحد الخصم كبير الحجم، لانهم كبار علينا البرازيل والبرتغال وحتى اللاعب الافريقي. فما خفتش، ما مشيتش تن كوبي كولي ولي سيستيم، هذا درت اون ايدونتيتي اوكي، اضافه لهذا الشيء اللي قلتي ليه العمل الى اخره، توكلنا على الله، ربي سبحانه وتعالى بارك وتنشوفوا هذه الصوره هذه. فهاد لو سيستيم ديال لا روتاسيون وتغيير الادوار وهذا مهم ومهم بزاف، الحمد لله جاب الله تيسير.